في زمن الحرب أطفال اليمن يعولون الكبار. وفي الأخبار المنوعة، إثيوبيا أدت امتحان الثانوية بعد إنجاب طفلها الأول بنصف ساعة. ومن الأخبار المنوعة أيضا، شركة طيران تمنع مواطنا أمريكي من السفر مدى الحياة. أهلا بكم. في الظروف الطبيعية يتولى الآباء الإنفاق على أبنائهم حتى يتفرغوا للتعليم ولعيش طفولتهم، لكن في أسر كثيرة لم يعد هذا يحدث. وما يحدث الآن؟ وفق تقرير نشره موقع بلقيس، في زمن الحرب أطفال اليمن يعولون الكبار. يورد الموقع قصة أطفال أحدهم اسمه أسامة سعيد، حيث يحبس الأب أنفاسه كل مرة يسافر ابنه أسامة البالغ من العمر 13 ربيعاً من تعز إلى عدن للعمل في إحدى المحلات التجارية، خوفاً من النقاط التابعة للحزام الأمني التي احتجزته لساعات أكثر من مرة. ما يزال أسامة الذي غادر فصول المدرسة في المرحلة الأساسية صغيراً على العمل والكد، لكن ظروف الأسرة وانقطاع المرتبات أجبرت والده سعيد الذي يعمل في الحقل التربوي على الدفع به إلى سوق العمل. يقول سعيد لبلقيس: لقد تحمل أسامة عبء ومسؤولية المنزل لعدم وجود مصدر دخل نعيش منه منذ انقطاع المرتبات ووصولنا إلى مرحلة الإفلاس والمجاعة، وأحس بالألم لتحميله هذه المسؤولية الشاقة، لكن معاناة سعيد تهون. ولكن لماذا تهون؟ وفقا للموقع، لأن هناك معاناة أكبر، فعامل البناء فائد الحبيشي الذي لم تترك الظروف الاقتصادية الصعبة له خيارا سوى الدفع بولده نجم الدين البالغ من العمر 15 عاما إلى جبهات القتال في الحدود مع السعودية بعد أن تقطعت بهم أسباب الحياة وصارت الأسرة على حافة المجاعة. تمر السنوات وعدد من الصحفيين اليمنيين في معتقلات ميليشيا الحوثي يتضامن معهم العالم وتلتم حولهم ضمائر العالم الحية، لكنها أصوات لا تصل إلى أذان السجان. ونطالع من موقع المصدر أونلاين: وقفة تضامنية مع صحفيين اليمنيين على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في تونس. قال الموقع إن العاصمة التونسية شهدت وقفة احتجاجية للتضامن مع الصحفيين اليمنيين المختطفين في سجون الحوثيين على هامش انعقاد المؤتمر 30 للاتحاد الدولي للصحفيين. وشارك في الوقفة التي أقيمت أمام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صحفيون يمنيون وعرب وأجانب، ورفعت فيها عبارات تطالب بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين في سجون جماعة الحوثي بصنعاء. وخلال الوقفة تم عرض قضية الصحفيين المختطفين والانتهاكات التي يتعرضون لها في اليمن. التقى صحفيون يمنيون بنشطاء ومدافعين عن حقوق الصحفيين من أنحاء العالم لشرح مأساة الصحفيين اليمنيين وما تعرضوا له من تنكيل خلال السنوات الماضية. ويشارك في مؤتمر رايتسكون نحو 2000 صحفي وناشط حقوقي من أنحاء العالم، تقام فيه 450 جلسة تتوزع على ورش عمل وندوات وطاولات مستديرة، يتبادل فيها المشاركون خبراتهم في التعامل مع الصحافة الرقمية وكيفية تعزيز الأمن الرقمي. حرب التفاصيل، تحت هذا العنوان كتب عدنان الجبرني مقاله في موقع المصدر أونلاين مضيفا: لسنوات ولا يكاد كل ذي عقل يؤكد أن هزيمة الحوثي لن تكون ممكنة إلا بتضافر كل القوى والمكونات في معركة صادقة تنجز الهدف الاستراتيجي المتمثل في هزيمة الحوثي. ومن ثم فمهما كانت الخلافات فيما بينهم فإن حلها سيكون يسيراً وممكناً وبلا سق. معارك الضالع جددت تأكيد هذه الحقيقة، إذ صنع اليمنيون نصراً لا بأس به خلال أيام، وهذا يؤكد حتى لمن يطالبون بالانفصال أن نضالهم مهدد من أساسه طالما والميليشيات الحوثية ما تزال تتنفس، وأن حدود الجنوب اليوم هي في صعدة وليس في الضالع، وطالما بقيت صعدة أو أي مساحة تحت سلطة الحوثي فإن كل المشاريع مهددة، سواء مشروع الانفصال أو حتى الأحزاب أو أي قوة فاعلة في الساحة اليمنية شمالاً وجنوباً. حتى المواطن العادي في حقله في أبين
أو لحج أو حضرموت أو مأرب أو غيرها مهدد بالجوع والتعذيب والموت طالما بقيت الجماعة. في تعز أيضاً التي شهدت معارك قبل أسابيع قليلة لكنها استجمعت قوتها قبل أيام وحشدت رجالها وكل إمكانياتها اليسيرة وأطلقت عملية عسكرية لاستكمال عملية التحرير، إذ أن الحوثية هي العدو وكل ما دونها، حتى وإن وصل الخلاف حد الاحتراب البيني إلا أن ذلك يظل شأناً جزئياً يمكن معالجته. أما الحوثية فالكي هو السبيل والطريق الوحيد، والسنتان الماضيتان خير دليل، إذ شهدتا ركوداً في مختلف الجبهات بفعل الحسابات الصغيرة والاستماع للتفاصيل والإنصات للصوت الوقيعة المغلف بالحرص من الشبكات الناعمة. وفي المقابل شهدت الفترة ذاتها تنامي تهديد الحوثيين ليشمل مناطق ما كان ليتوقعها أحد بفعل التقنيات الإيرانية وخدماتها اللوجستية للميليشيات وثقة الحوثيين بتيه خصومهم. بالنسبة لميليشيا الحوثي هذه صفقة رابحة، من خلالها يحصلون على أموال جديدة، ويعنون موقع يمن مونيتور 13 سفينة تجارية تصل ميناء الحديدة غربي اليمن. قالت مصادر في ميناء الحديدة إن سفن تجارية وصلت الميناء يومي الاثنين والثلاثاء وترسو في أرصفة الميناء، بينها ثلاث سفن تحمل مشتقات نفطية. كانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي التي تسيطر على الميناء توصلتا إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة يضمن انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، لكن هناك خلافات حول السلطة التي تدير المدينة والموانئ. قال الموقع الحوثيون انسحبوا من جهة واحدة من الميناء، لكن الحكومة اليمنية تقول أن الحوثيين سلموا الميناء لعناصر جديدة. ما إن عادت الدولة وأرادت فتح نافذة للأمل وتصدير النفط حتى انطلق المخربون الذين اختفوا فجأة وعادوا فجأة، ويعنون موقع الصحوانيت. مجهولون يفجرون أنبوب تصدير النفط الخام في شبوة. قال الموقع إن أنبوب تصدير النفط الخام في مديرية رضوم شرق محافظة شبوة تعرض إلى التفجير بعبوة ناسفة. وبحسب مصدر في شركة OMV النمساوية المنتجة للنفط الخام ففي شبوة، فإن التفجير وقع في كيلو 179 بالقرب من إحدى النقاط التابعة لقوات النخبة الشبوانية في مديرية رضوم، ويعد التفجير هو الأول منذ إعادة تصدير النفط من حقول الإنتاج في محافظة شبوة عبر ميناء النشيمة لتصدير النفط في مارس من العام الماضي. وتسيطر قوات النخبة الشبوانية على أنبوب تصدير النفط من مديرية الصعيد إلى رضوم، وسبق أن صدرت محافظة شبوة صدرت ما يزيد عن 6 شحنات من النفط الخام عبر ميناء النشيمة، حيث يجري العمل حاليا على زيادة الإنتاج. إجماع العلماء لا ينشئ علما، تحت هذا العنوان كتب توفيق السيف مقاله في صحيفة الشرق الأوسط. يواجهني دائما سؤال، هل يصح الأخذ برأي لباحث أو مفكر معاصر وترك آراء أجمع عليها المئات من مفسري القرآن والفقهاء طيلة قرون؟ تنطوي في هذا السؤال ثلاثة موضوعات مختلفة تماما، لذا سنحتاج إلى استيضاح ما الذي يشغل بال السائل قبل مواصلة النقاش. فلعل السؤال متعلق بالمنهج، يمكننا قوله بصيغة أخرى، اتفاق العلماء على رأي بعينه ألا يعطيه صفة العلم القطعي أو الموضوعي؟ وقد يكون السؤال متعلقا بالحكم التكليف الشرعي، أي إذا احتجت إلى استبيان تكليفي الشرعي فهل آخذ برأي يتبناه شخص واحد أو عدد قليل، أم أختار الرأي الذي يتفق عليه أكثر العلماء؟ أما الموضوع الثالث فيتعلق بالاطمئنان أو الانعكاس النفسي للعلم، وهو يتضح في سؤال، لو قبلنا بتعدد الآراء في أمور الدين وتغيرها بين حين وآخر، ألا يؤدي هذا إلى إضعاف حالة الاطمئنان الضروري للتدين؟ أعتقد أن كل من يريد التفكير في أمور الدين يحتاج إلى فهم الفارق بين الموضوعين الأول والثاني، العلم والحكم. فالحكم لا تأخذه من عشرات العلماء، بل من عالم واحد تطمئن إليه، وقد يكون أقل تمرساً وخبرة من سواه، مثلما تختار الذهاب إلى طبيب أقل شهرة أو خبرة من غيره، لأنك ترتاح إلى طريقته في العمل أو مقاربته للمشكلات. الإجماع على رأي
يزيد قيمته العلمية ويجعله مطمئنا أكثر، لكنه لا يلغي احتمالات وجود رأي أصوب منه أو أكثر تقدما. تواصل صحيفة العربي الجديد نشر تحقيقها الخاص بأزمة جوازات السفر في اليمن وتعنون: تجارة الجوازات اليمنية أزمة نفاد الدفاتر تحاصر الراغبين بالسفر. وفقا للتحقيق، يعود سبب تأخر وصول الجوازات إلى فروع مصلحة الجوازات في المناطق الشرعية إلى طبيعة إجراءات تشكيل لجنة من مجلس الوزراء ووزير الداخلية مخولة بمتابعة الأمر بعد صدور القرار الجديد. بحسب مساعد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات التابعة للحكومة الشرعية عبد الجبار سالم، والذي لفت إلى أن طبيعة ما تمر به البلاد أدت إلى أن تأخذ هذه الإجراءات وقتا لاستكمالها، قالت الصحيفة أنه لتلافي تأخر مناقصة طباعة الجوازات أقر مجلس الوزراء طباعة 400 ألف جواز بالأمر المباشر في ديسمبر الماضي، وكان يفترض أن يتم التواصل مع الشركة لطلب عروض سعر لطباعة الجوازات مباشرة، لكن وزارة الداخلية قامت بتشكيل لجان رغم أن التوجيه بالأمر المباشر لا يحتاج إلى لجان، واستمرت اللجان في عملها منذ ديسمبر الماضي حتى فبراير الماضي. تلاه تأخر بالاعتماد من قبل الشركة التي تعمل على طباعة الجوازات في ألمانيا، والتي تم إبلاغها بأنه سيتم تحويل المبلغ إلى البنك الألماني، لكن الشركة طلبت من الوزارة الانتظار وعدم التوريد عبر ذلك البنك على أن يتم تحديد البنك الجديد الذي سيتم من خلاله التوريد. وأخيرا في 28 من مارس الماضي تم تحويل المبلغ للشركة وهي ملتزمة بموجب الاتفاق بإرسال الجوازات. ووفقا لمصدر خاص بالصحيفة، كان مقررا أن يصل 200 ألف جواز في 28 من مايو الماضي، لكنها تأخرت ويحتمل وصولها في بدايات يونيو الجاري، مشيرا إلى أن هذه الكمية سيتم توزيعها على فروع مصلحة الجوازات في محافظات الحكومة والشرعية وفي مراكز المصلحة في السفارات اليمنية بالخارج، لكنها للأسف لن تحل العجز الدائم والمتكرر ما فاقم من معاناة اليمنيين في زمن الحرب. تعليقا على استقالة وزير الخارجية خالد اليماني والتي وصفتها صحيفة الشرق الأوسط بالغامضة، عنونت الجريدة: غموض يلف استقالة اليماني وتكهنات حول خلفه المحتمل. قالت الصحيفة إن الاستقالة المفترضة للوزير تأتي في وقت حرج تحاول فيه الحكومة الشرعية إعادة ضبط العلاقة بينها وبين المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، وفي حين لم تعلق الرئاسة اليمنية بشكل رسمي على خبر استقالة الوزير. أفادت مصادر حكومية مطلعة للشرق الأوسط بأن الرئيس هادي يدرس تعيين البديل لليماني وسط تكهنات بأسماء عدة لشغل المنصب من جديد. يعتقد مقربون من خالد اليماني أن أسباب استقالته تعود إلى اتهامه من قبل أطراف في أوساط الشرعية بالتقصير في إدارة الملف اليمني المتعلق باتفاق السويد وتنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة وعدم اتخاذه مواقف حاسمة في مواجهة جريفيث. النظارة في المتحف، تحت هذا العنوان كتبت سما حسن مقالها في صحيفة العربي الجديد. حتى لا يتهمنا الآخرون بأننا جهلاء، نقع أحيانا في فخ التقليد الأعمى، وربما نمضي في طريق التقليد حتى نغرق في مستنقع الجهل، ويصبح الخروج منه صعبا أو محالا، وربما كانت محاولة الخروج ذات ثمن باهظ، وقد يعلن الآخرون الذين قلدناهم أننا منشقون عن القطيع. فطريق التقليد هروبا من تهمة الجهل هو أحد طرق هلاك البشر من الفرد إلى الجماعة، لأن هذا الأسلوب باختصار عقبة وحجر عثرة في تطوير الذات. على سبيل المثال، ترك مراهق أمريكي نظارته على أرضية أحد المتاحف وكمن في مكان قريب لكي يراقب رد فعل الجمهور، وقد قام بتصوير رد فعل الزوار الذين تجمعوا حول النظارة وبدأوا يلتقطون لها الصور من كل الزوايا على أساس أنها إحدى تحف المتحف، ولم يشغل أحدهم عقله ويتساءل عن العلاقة بين النظارة الحديثة والتحف التي يزيد عمر أحدثها عن 100 عام على الأقل. ثم تقدم المراهق والتقط نظارته بهدوء ووضعها فوق عينيه أمام دهشة الجمهور الغبي،
أو مدعي الثقافة أو الخائف من نعته بالجهل، يمكنه أن يطلق على ما يحدث بأنه السير وراء القطيع من دون أن نكلف أنفسنا مغبة السؤال والبحث والتقصي وتحريك البرك الراكدة. وكم ورثنا من عادات وتقاليد وسلوكيات مارسناها على مر الزمن حتى كانت تنطوي تحت مسمى المحرمات، لأننا رأينا من سبقونا يقومون بها، ولا يعقل أن نشذ عن الآباء والأجداد ولو كان الثمن باهظاً والنتيجة فادحة الخسائر. في أخباره المنوعة يتحدث موقع شبكة البي بي سي عن إرادة امرأة في تحقيق حلمها، وعنون الموقع: إثيوبية أدت امتحانا بعد الولادة بنصف ساعة. قال الموقع إن امرأة إثيوبية في 21 من عمرها أدت امتحان الثانوية العامة بعد نصف ساعة من ولادتها طفلها، وكانت ألماز ديريسي تأمل أن تؤدي امتحاناتها قبل الولادة، لكن الامتحانات أجلت بسبب رمضان، وجاءها المخاض الاثنين قبل فترة قصيرة من بدء الامتحانات. وقالت لمراسلة البي بي سي: لأنني كنت أتأهب لتأدية الامتحان لم يكن مخاضي صعبا بالمرة. وأدت ألماز امتحانات اللغة الإنجليزية والأمهرية والرياضيات في مستشفى كارل ميتو، وتأمل أن تؤدي بقية الامتحانات في القاعة المخصصة لذلك في اليومين القادمين. والدراسة، وقالت الأم أن الدراسة أثناء الحمل لم تكن شاقة، ولم أرغب بالانتظار لسنة أخرى للتخرج. وقال زوجها للبي بي سي أنه كان عليهم إقناع المدرسة بالسماح لزوجته بتأدية الامتحانات في المستشفى. ومن الأخبار المنوعة أيضا ما نشره موقع السي إن إن الأمريكي، والذي عنون: خطوط جوية أمريكية تمنع مسافرا من السفر على متنها إلى الأبد. يقول الموقع: حظرت شركة خطوط طيران سيبريت الأمريكية مسافرا يبلغ من العمر 30 عاما من السفر على متن رحلاتها بعد محاولته التدخين في الطائرة المتجهة من مدينة ديترويت إلى نيو أوريلينز. ووفقا للموقع، فإن إحدى المضيفات أوضحت بأنها شاهدت المسافر يستخدم سيجارة إلكترونية وينفث الدخان في كيس، وأنها حذرته مما يفعل. المسافر أنكر محاولته التدخين عند استجوابه في المطار، كما أنه لا يعلم بأن التدخين على متن رحلات الطيران أمر محظور. ورغم أنه لم يلقى القبض على المسافر، إلا أنه منع من السفر على متن خطوط سيبريت الجوية مدى الحياة. صور اختطفت اللحظة المناسبة للحيوانات بالإضافة إلى أخرى متنوعة نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف، نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط، بل دخلت الريشة فيها عبر فن الكاريكاتير، ذلك الفن الساخر الذي يختصر آلاف العبارات ومئات الصور في رسمة واحدة. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.